يشكل التعامل مع مرض السكري خلال شهر رمضان المبارك تحدياً يتطلب استشارة الطبيب. وبحسب آخر دراسات أجريت عام 2018، فقد بلغت نسبة الأشخاص الذين يعانون من داء السكري في الأردن نحو 32%، ممن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً. لكن ماذا لو أصر مريض السكري على الصيام؟ وما هي الاحتياطات الطبية الواجبة في هذه الحالة؟ إليكم الإجابة. نصيحتي بشكل عام لمرضى السكري هي عدم الإفراط بتناول النشويات أو الكربوهيدرات بشكل كبير على وجبة الإفطار، وتناول وجبات خفيفة متعددة بين الإفطار والسحور، وعدم التركيز على وجبة واحدة فقط. أما فيما يخص الحالات التي يجب على المريض الصائم فيها أن يفطر، هي 4 حالات: أن يكون معدل السكر، وجود هبوط حاد في سكر الدم أقل من 70 ميليغرام بير ديسيلتر، وجود ارتفاع في سكر الدم بنسبة 300 ميليغرام بير ديسيلتر، وجود أعراض ارتفاع أو أعراض هبوط في سكر الدم، وأخيرا الإصابة بوعكة صحية حادة. وهنا نصيحة أخيرة، يجب على المريض أن يقوم بمتابعة السكر داخل البيت، يعني أخذ 3 عينات على الأقل داخل البيت، متابعة السكر في المنزل.